أمينة. وي مرحبا ولا لا سناء. ودابا كنسمعك مزيان واخا كاين شويه الصداع ولكن او موان صوتك كيتسمع مزيان. شكرا لالا سناء، الحمد لله ربي ما حرمنيش باش نعاود نتكلم معك مره واحده. الله يبارك فيك. باش ما نطولش عليك نعطيك دابا الرغيفات معزلين ديال عيد الفطر. اييه فوالا، وهادو رغيفات زعما كوني على يقين كيبقاو تقريبا شهر، كتعملهم شي تشوبينه كبيره وتغطيهم وتخليهم تيبقاو تقريبا شهر، كيبقاو ولاد وغبلان. ايوا تبارك الله عليك، هذه التجربه ومجربها ومحمد مره ندعيو معاك ونشكرك مسبقا. ربي يخليك على لسانك. الو غادي نعطيك كيلو ديال الفطور. نعم. الحين راه تعمل فيه بيضه وحده. نعم. شويه ديال الخميره ديال الخبز اللي كنديرو دائما، شويه ماشي بزاف. كنزيد تعمل شويه ديال المسكه الحره ونبقوها غير شويه. نعم. وشويه ديال الملح. نعم صافي، هادشي اللي كاين. كتسلك هاد العجينه مزيان بحال اللي غادي تصوب الرغايف. من بعد ملي كتسلكها كتعمل دويورات بحال اللي كتصوب الرغيفات وكتخليهم شويه يرتاحوا. ومن بعد كتصوب لاباط ديال لانون، حيت هاد الرغيفات معمرين باللوز ومخليين ومصفيين في العسل. اييه الوغ من بعد ملي كتصوب لاباط، لاباط راه عاديه ديال اللوز، كتاخد اللوز كتسلقو وكتشنو. شحال تقريبا العبار؟ بحال دابا كيلو ديال الطحين كتاخذ نص كيلو ديال اللوز. نعم. كتسلقو وكتحنو وكتعملو دو كوتي، ما دير فيه والو، تقدر دير فيه شويه ديال الزهر، ما دير فيه لا سكر لا والو، حيت لان الرغائف من بعد غادي تزيد قلا وصوت العسل. نعم. ما دير فيهم غير شويه ديال الزهر تسلقو. من بعد داك الكريسات اللي عملتي صغيورين. نعم. كتشدهم كتسلحو بحال الرغيفات. اييه. كتسلحو مزيان، كدير فيهم شويه ديال اللوز. وكتطويهم بحال الرغيفات العاديين. وحده وسط وحده ولا غير وحده كافيه؟ لا غير وحده كافيه، كدير فيها شويه ديال اللوز، غير انت ملي كتسرحيها ما تسرحيهاش بزاف بحال الرغايف باش ما تقطعش، باش ما يتقطعش وما يخرجش لك منه. اييه. كتدرجها وتحط وحيده حتى كتجمع تقريبا واحد العشره. بعد ملي كتجمعهم كتسخن شويه ديال الزيت مزيان، كتحط داك الزيت ديال العافيه اللي خالي من الكوليسترول. نعم. كتسخنو وكتبدا تقلي على الماء، ومن بعد كتصيب العسل، كتصيب العسل كدير منها واحد دقيقة وكتعاود تزول من العسل وكتعملهم في الخطاط الصحة والراحة. كترشهم شوية ديال الزنجلان على الوجه؟ لا ما دير ما زنجلان ولا والو، لا والو، ما ورغيفات المسكة الحرة. يا سلام، مقليين وصين في العسل، ما نقول لك زعما سي تري بون. الله يعطيك الصحة أمينة، ودابا كون ما عيطي ليناش حنا اللي كنا غنضيعوا هذا الصباح. يخليك ليلي. بارك الله فيك لالا سناء. تبارك الله عليك وعلى هاد الرغيفات المعسلين. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، وأنا صافي بليزير غير حاجة وحدة بغيت نطلبك، الله يخليك. قولي. ممكن تشوف لي